عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من هنا من عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة من ميدان الوثبة لتعلن هذه الانطلاقة في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح الباكر وهذه الأجواء الضبابية لتعلن انطلاقة الضباب، لتعلن أول الانطلاقات وأول أشواطنا كما يقال شوط الضباب، لتنطلق هذه الشعارات في صباحية هذا اليوم، صباح يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2014، لتعلن أول الانطلاقات في أواخر هذا الشهر وأواخر هذا العام 2014-2015. أتمنى أن تكون سنة خير ومحبتي وسلام في الوطن العربي. هكذا تنطلق هذه الانطلاقة، شوط المحليات الأصايل من الإبكار، شوطنا الأول في مجموع أشواطنا في هذا الصباح الجميل. 17 شوطا سوف تكون حاضرة بإذن الله تعالى في هذا الصباح، والانطلاق أيضا يتجدد معكم في الفترة المسائية وعبر الهواء مباشرة في تمام الساعة 2 من ظهر هذا اليوم. هكذا متابعين الكرام، الانطلاق للتعرف على المراكز الأولى، لأتعرف على مقدمة الشوط، من تقود هذه المجموعة الشاهنية؟ يقدم الشاهنية سالم بن مغير بن سالم العميمي، هو أول المغيرين من أجل الفوز والناموس. المركز الثاني القادم هنالك العزرة، مع المركز الثاني تتقدم ويتقدم شعار علي بن حمود بن علي الظاهري، يتقدم في هذه اللحظات. أيضا القادمة في هذه اللحظات جلنار، ويتقدم مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي المقدم لجلنار مع المركز الثاني. النقلة هنالك المركز الثالث، ذكرنا بأنها العزرة بشعار بن حموده الظاهري، بينما نقلتنا إلى المركز الرابع القادمة بن صوغان راضي بن راشد المنهالي المقدم لبن صوغان على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس القادمة في هذه اللحظات الشاهنية، ويقدمها بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي المقدم للشاهنية، وأيضا تأتي هنالك مع المركز السادس تأتي بن ظبيان وسعيد بن غلام البلوشي المقدم لبنت ظبيان مع المركز السابع، بينما نقلتنا إلى المركز الثامن تأتي الشاهنية راشد بن محمد بن حميد الاكتبي مع المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع تأتي الخليجية مع المركز التاسع، ويأتي عبد الله بن حمد بن وقاش العامري، بينما الشاهنية أيضا مع المركز العاشر خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، وأيضا شعار ربيح بن فراج العجمي يتدخل مع المركز العاشر مقدما للشاهنية، وهو ضيف عزيز آتي من ميدان الشهيد من دولة الكويت الشقيقة. نرحب بجميع الضيوف ونرحب بكل المشاركين القادمين من جميع ميادين الدولة، والقادمين أيضا من ميدان الوثبة في ميدانهم، والترحيب بكل الحاضرين والمتابعين عبر قناة أبو ظبي الرياضية الأولى الناقلة لهذه الأحداث. نعود إلى مقدمة الشوط، جولة الضباب وانقضت كشفت الأمور. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول للشاهنية، سالم بن مغير بن سالم العميمي هو من قاد المجموعة، قادها في وسط الضباب.
الغضب ويقودها في وسط الرؤية السليمة مع المركز الأول. المركز الثاني القادمة مع المركز الثاني تأتي بنت صغان مع ثاني المراكز. راضي بالراشد المنهالي، راضي حتى هذه اللحظة على هذا المستوى اللي تقدمه بنت صغان. المركز الثالث جلنار مع المركز الثالث مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي المقدم لهذا الشعار الذي اعتاد على النواميس. المركز الرابع يأتي دور العزرة مع المركز الرابع ويقدمه علي بن حمود بن علي الظاهري مع المركز الرابع. هكذا الأربع المراكز الأولى التي تتقدم وتنطلق، بينما المركز الخامس تأتي دور الشاهنية بخيت بن سالم المنهالي مع المركز الخامس. وهكذا هنالك مجموعة من الشعارات أيضا قادمة بكل قوة من أجل الفوز والانتصار. العودة إلى مقدمة الشوط. الله يا راضي يا راضي يا بن راشد يا المنهالي مقدم لبن صغان منطلق معها في المركز الأول، ولكن المركز الثاني القادمة الشاهينية سالم بن مغير العميمي يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع المركز الأول. يا سلام يا الشاهنية وبنت صغان، ولكن هنا القادمة المنطلقة في هذه اللحظات تأتي الشاهنية بخيت بن سالم. يتقدم المنهالي مع المركز الثالث إلى المركز الثاني في طريق إلى مقدمة الشوط. تأتي العزرة أيضا علي بن حمودة الظاهري هو القادم مع المركز الرابع، بينما جلنار هي القادمة هي المنطلقة. هذه الزهرة اللي أصله جلنار، الله اسم فارسي ومعناه زهرة الرمان، ولكن هنالك أيضا من تسمى باسم جلنار في أسامينا. هكذا هي الأسماء القادمة الخمس المراكز الأولى والكيلو الأخير الكيلو المثير. الله الله يا المركز الأول انطلقت مع مقدمة الشوط. انطلق المنهالي بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي مع المركز الأول مقدم لهذا الشعار، مقدم للشاهنية على مستوى المركز الأول في شوطنا الرئيسي الأول الخاص بالمحليات الأصايل. المركز الثاني بنت صغان هي القادمة هي المنطلقة، راضي بن راشد بن جابر المنهالي المركز الثالث. تأتي العسرة وعلي بن حموده الظاهري. جلنار مع المركز الرابع يقدمها مطر بن نصيب تبي. وخامسا القادمة أيضا هنالك بشعار جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن المقدمة والأمور. الله يا راضي الله يا راضي 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 حتى بنصيبه. تهانينا لمن قدم الشاهنية بخيت بن سالم المنهالي. روح بالناموسة، روح مع المركز الأول أيضا بتصوغان مع المركز الثاني. وراضي عود راضي المنهالي، أبناء العم يتنافسون من أجل الفوز. تهانينا لمالك الشاهنية بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي على هذا الفوز. المركز الثاني بنت صغان ملك راضي بن راشد بن جابر المنهالي، وثالث المراكز وصلت فيه العزرة ملك علي بن حمودة الظاهري المركز الرابع، وصلت فيه جلنار ملك مطر بن نصيب بن سعيد الكتبي، وخامسا وصلت فيه الزبارة
مع المركز الخامس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. إذا متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا قضيت أول أشواطنا في هذا الصباح من مجموع 17 شوطا وتسع دقائق 25 وثمان أجزاء من الثانية. هو التوقيت الزمني من مسافة 6 كيلومترات تحت أقدام الشاهنية، لنقدم الثانية لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي على هذا الفوز. المركز الثاني بن صوغان قدمت أداء جميل تشكر عليه ويشكر راضي بن راشد بن جابر المنهالي، ونقدم له الثانية والناموس وتوقيتها الزمني. صاحبة المركز الثاني 9 دقائق و26 وثلاث أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني، بينما الثالث المراكز اللي وصلت معنا مع المركز الثالث بتوقيت زمني وقدر 9 دقائق و29 وأربعة أجزاء من الثاني الشاهنية سالم بن مغير بن سالم العميمي، أيضا أقدم له التهنية على هذا الفوز والانتصار. هكذا متابعينا الكرام قبل أن يتقدم